السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة فصلت، والتي تحدثنا عن أصل من أصول الإيمان، ألا هو الملائكة. والإيمان بالملائكة دين بأحوالهم جميعها، بعطائهم جميعا، هم خلق كخلقنا، نحن خلق وهم خلق، خلقنا من طين ونفخة من الروح، وخلقوا من نور ونفخة من الروح، فالروح القادم مشترك بيننا وبينه. والمتدبر في القرآن يذهل، رغم أن لنا أرواح ولهم أرواح، لم يجمع الله تعالى الروح في القرآن قط ولا مرة، فلم يرد لفظة الأرواح قط، بل في كل مواضع ذكرها بالإفراد. صحيح قد تختلف النسبة، فمرة يقول روحي ومرة يقول روحنا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سوي. الياء تسمى النسب والناء تسمى ناء النسب، فالإفراد والجمع في النسبة وليست في الروح، لكن الروح واحد، فليست أرواح، الروح مخلوق واحد ليس اثنان، وكل حظ مخلوق من خلق الله منه نفخ. هذا المخلوق العجيب الذي أخفى الله سره عن العالمين وهو الروح، شيء لطيف لا يدرك ولا يلمس، فيه سر الحياة عند كل الخلائق. الجن نار بالنفخ صار جان، الإنسان طين بالنفخ صار إنسان، الملائكة نور بالنفخ صار ملك. ما النفخة؟ ما سرها؟ ما التغيير الذي تحدثه فينا؟ حقيقة شيء مذهل. القرآن ذكر تفصيلات هذا، لما وصف خلق الإنسان قال ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار متين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. حتى هذه المرحلة ما كان في الإنسان نفخ، يبقى آخر مراحل الخلق قبل نفخ الروح عظام كشيت لح، كتلة عظام مع اللحم، هذا الإنسان. بمجرد النفخة تحولت كتلة العظام واللحم دي لإنسان،
الحقيقه الامر عايز بحث علمي دقيق. كيف تحول الطين الكتله اللحم والعظم دي في لحظات لإنسان؟ عينان، أذنان، أنف، كل التحول ده بدأ مع النفخ لا قبلها. لذلك التعبير ثم كسونا عظام لحما، فكسونا عظام لحما، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. الله، والبداية لم تكن نشأة؟ طب والنطفة والعاقة والمضغة ما كانتش نشأة؟ ما كانت نشأة، ما سماها نشأة. النشأة الحقيقية في نفخة الروح، كيف حولت كتلة العظام واللحم الإنسان؟ أنشأ، أبدع. والإبداع رهيب. الإنسان لما تفكر في تركيب الجسم من داخل، كم كامل فيك، فيك في داخلك، كيف تتحرك تمام في جسمك، كيف تدار حركة خلايا جسمك، خلية خلية، ذرة ذرة، شيء يذهل العقل، يذهل العقل. كيف أدافع الجسم عن نفسه، شيء يذهل العقل. كيف أؤدي كل عضو في جسمك دوره كاملا غير منقوص، شيء يذهل العقل. كيف أتكيف كل عضو مع وظيفته، شيء يذهل العقل. كل هذا حدث بنفخة الروح. ما الروح؟ خلاص خلصت، يقف الإنسان عاجز. كل يقول أن لا روح، لكن علومنا بالروح صفر اليدين. ندرك هذا المعنى. الملائكة كذلك نور، كيف يتحول النور لملك كجبريل؟ مش ملك عاد، الملائكة نفسهم أقسام يخلنا. صحيح قريش عبدت الملائكة على أنهم هم يعني الواسطة بينهم وبين ربهم، وده الحقيقة اللي خلى يعني قريش تدل حتى على أهل الكتاب. قريش كان يعتقد أنهم أصحاب دين أسمى من دين أهل الكتاب، الطائفة دي. لماذا؟ والقرآن نص على هذا. وقالت اليهود ليست النصارى شيء، وقالت النصارى ليست اليهود شيء، وهم مثل الكتاب، يعني كتاب مقدس جمع الاثنين، العهد القديم والجديد، وكل واحد طائفة تكفر بالثانية وتكفرها. يقول تعالى معقبا: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين لا يعلمون؟ كفر مكة. قالوا ليس هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء، احنا بس على دين. سنوضح. اهل الكتاب نسبوا لله الولد، قالوا ولد الله، عزير بن الله مش ابن الله. اهل مكه ما قالوا هذا، قالوا احنا لا ننسب الولد لله، لكن ننسب الملائكة لله. فاعتبروا الملائكة الواسطة بينهم وربهم. صحيح افترى الملائكة، فجعلوا الملائكة جميعهم إناث، النسوم كلهم، مفهومش ذكر. ولذلك يقول تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. رب العباد يرد عليهم يقول: أشاهدوا خلقهم؟ هم شافوهم؟ حد شافهم إناث؟ أشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادات مسألون. وده من الافتراء العجيب جدا. ثم جعلوهم بنات الله بس؟ لا لا، والواسطة بينهم وبين ربي. وفلسفوها، خلي بالكم كل العقائد الضالة قامت على الفلسفة، بس الفلسفة أشكال وألوان. فلسفوها يعني إيه؟ أنك عشان تدخل على الملك ينفع تدخل مباشرة من غير ما تمر على السكرتارية مدير المكتب؟ هم دول السكرتارية مدير المكتب. لا يدخل الإنسان على الله إلا من خلاله، عشان كده جعلوه إله.
وضحت؟ ولذلك كل الآلهة عندهم مؤنثة، اللات، العزة، مناة، كلهم ناس. ولذلك رب العباد لما حدثهم عنهم حدثهم بصيغة التأنيث والتذكير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآلهة بتاعتكم دي، إن أرادني الله بضر هل هن، هل إيه؟ مالش هو؟ أنس كل الآلهة. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ هن، هن دي المؤنسات، كلهم مؤنسين، ها؟ كل آلهة نسوان عندهم. هذه كارثة. لكن أنا لا لا، إحنا لم نقل إن ربنا اتخذهم أبناء أو تبناهم ولدهم أبدا. الملائكة ليسوا أولادهم، لكن الرب تبناهم فاعتبروا هم أسمى من أهل الكتاب، لأن ما قال ولد الله، واعتبر ضعيف عقلي. لكن كون يتبنى الملائكة يتخذهم أبناء، نتبنى. ولذلك القرآن ينص على هذا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مالوش ولد الله، اتخذهم بالتبنى كما تبنى إنسان ابن ليس من أبناء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فرد الله عليهم بقوله بل عباد مكرمون، هم لا يقبل أن يكون عباد. الملائكة ما قبلوا المالية، ما قبلوا المالية، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم الملائكة إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. لو قال هذا واحد منهم مصيره إيه؟ العذاب والنكال. ولذا يصرح في أخرى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون. أعظم ملائكة اللي قربها رب العباد إليه، ما في واحد يستنكف أن يكون عبد الله ولا يقل بغير هذا، بل عباد مكرمون. إذا هم أقروا بالعبودية واعترفوا بالعبودية، إحنا اللي قلنا هم قالوا هذا. ثانيا، من قال إن كل الملائكة ينفع في الشفاعة؟ الله، ده ربنا خلق مليارات الملائكة، كم واحد فيه مسمح له بالشفاعة؟ قلة. ولذا يقول تعالى وكم من ملك، عدد ضخم جدا في السماوات، وكم من ملك في السماوات، من هم؟ ها؟ لا يملكون الشفاعة. فإذا كان لا يملك هو الشفاعة، كيف تستشفع بمن لا يشفع؟ فما بالك اللي انتوا نصرتوهم الأصنام دول ليسوا بملائكة أصلا. إذا كان الملائكة الأصليين آلاف منهم لا يشفع ولا يملك الشفاعة، فكيف تظن أن الأصنام تعبدوها دي هي لا تشفع؟ وما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. قالوا هذا حتى ندرك حقيقة العلاقة بيننا وبين الملائكة، بل حتى الجن، بعض الناس عبدوا الجن. من الطرائف إن في مجموعة من الجن عبدها الناس في زمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي أسلموا، هم أسلموا والكفار ما زالوا يعبدوه. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسلم، آمن بالله عز وجل، وجاء ذكر هذه القصة في القرآن الكريم في سورة الإسراء، اللهم صل على سيدنا محمد، قل أفرأيتم ما تدعون، لا غابت عني يا رب، ذكرني إيه؟
الشاهد هذا واقع بشري منير. رب العباد صحيح امر بالملائكة، لكن الايمان على النحو الذي اراد، لا الذي تأولناه او افتريناه. لا يملكون الشفاعة. اذا ندرك كيف نتعامل مع الملائكة. رب العباد بين ان هؤلاء الملائكة خلق طريف لطيف، نور وروح. بل بين تعالى ان هؤلاء الملائكة يظهروا في صور مختلفة. صورتهم الحقيقية عز أن يراها الإنسان حال حياته، لكن مصيره يراه عند الموت. هيكون أول احتكاك بينه وبين الملائكة مباشر، لأول مرة الإنسان حال الملائكة رؤية العين. لكن دي قصة هنأتي قبل هذا. حال حياته الملائكة رايحين جايين معنا الليل والنهار، وهم رسل لله عز وجل. كل ملك له مهمة، ما منهم واحد يخلف مهمته. أشكالهم كما نص القرآن، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يحملوا رسالات إلى الخلق. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، دي أشهر الملائكة. يبقى بجناحين أو ثلاثة أو أربعة، ويزيد في خلق المشهد. النبي الوصف جبريل قال له 600 جناح عشان تشيل سيدنا جبريل. حاجة ما ينفعش فيه جناحين ولا أربعة، 600 جناح. سنوضح. هؤلاء الخلق رب العباد أي بيّن أن الله تعالى حين اصطفى آدم أمر الملائكة بإجلاله وتكريمه، أمر وعلمهم درس، درس كبير. لما قال للملائكة وكم معهم الجن حاضرين، إبليس كان حاضر، قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الحوار حصل قبل خلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فرد الله عليهم بقوله قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم مما أودعت في خلق آدم ما لا تعلمون. ما الذي أودعه؟ هو ده محل النقاش والسر العجيب في الإنسان. أولا، ما خلق الله من كل خلقه خلق بيده إلا آدم. كل الخلق خلق بالأمر كن فيكون إلا آدم، وعد هذا قمة التكريم لآدم أن الله لم يخلق إنسان خلق بكلمة بل خلقه بيده. ولذلك لما إبليس أبى السجود قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليبين عظم خلق آدم. لما خلقت بيدي، طبعا فيه لفتة بل لفتات أو أسئلة تطرح. لماذا قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها وآدم لسه مخلوق لا أفسد ولا أتلف؟ مش كده ليه؟ السؤال ده مطروح ومن قديم ولا زال يتردد. طيب هل كان يعلم الغيب؟ أبدا ما كان يعلم الغيب ولا يعلم مستقبل آدم. طب عرفوا فين؟
ها؟ أه؟ في خلق قبليه في الارض الجن، الجن كان في الارض بس عشان ربنا ما في خلق قبليه في الارض دي ما تنفعش حاجه كده، لان بعض الناس اتهبلوا وقال لك كان قبليه بشر تانيين غير ادم. الله يفتح عليك. كان الجن، طب ايه ارتباط الجن بالانس؟ لينا قدره على الاختيار. ها؟ احنا والجن لينا قدره على الاختيار، الملائكه ما بتختارش، الملائكه بتقول. طيب نوضح ما هو ادق اخواننا، خلينا بس ايه ناخذها بسلام. هم استخدموا القياس. استخدموا القياس. الجن خلق من نار ونفخت روح. طب والإنس والملائكة ونفخة الروح. النور طبيعته السمو والرق، والروح طبيعتها السمو جدا. لم تزل النور بالروح سما الملائكة، لما امتزجت الروح بالنار، النار طبيعتها الانسفال، انحطت بالروح فأفسد الجن. فإذا كان النار لما التحمت بالروح انحطت بالروح وانسفلت، فما بالك لو التحم بالروح الطين والطين أثقل من النار؟ بالعقل والدماغ إن أفسد الجن فمن باب أولى يفسد الإنس. وده موضع قياس. فرد الله عليهم برد عجيب، قال إني أعلم ما لا تعلم. أعلم خلق آدم ما لا تعلمه، ليدلنا على أن الله جعل في خلق آدم سر لم تعلم به لا الملائكة الجن. السر حظه من نفخة الروح. نفخة الروح في آدم أسمى من الملائكة، واللي جعل آدم مع الطين يرتقي إلى الملائكة، بل ليفوق الملائكة. سر الخلق فين؟ في روحي، مش في جدني. وسر الروح في قلبي. ولذا لما برهن على هذا السر بيّن لهم عمل القلب. إيه عمل القلب؟ عرض عليهم الأسماء كلها، على آدم والملائكة والجن. ما استوعب قلب من قلوب الثلاثة، ما استوعب آدم. لا الملائكة استوعبت من الأسماء حفظا واحتفاظا ما تمكنه آدم، ولا الجن. لذا جعل هذا البرهان، البرهان على أن خلق آدم اختلف عن خلق الاثنين الملائكة والجن. لذا قال وعلم آدم الأسماء كلها. علموا فين؟ في السر ولا في حضرتهم؟ في حضرته الكل شاهد. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. ثم تفيد العطف مع التراخي، يعني لم يعرض عليهم هذا الأمر في حينه بل بعده بسنين. فدلت ثم على معنى دقيق جدا. أولا علم آدم الأسماء قلب آدم، لأن فيه حظ من نفخة أعلى من غيره، استوعب كل الأسماء. لا قلوب الجن استوعبت ولا قلوب الملائكة استوعبت مستوى خلد، استوعبها حفظا. وثم تفيد أنه استوعبها احتفاظا، يبقى حفظ واحتفظ. التخزين عنده، قالت التخزين قوتها قد إيه؟ كم جيجا سلامات؟ ها؟ الكمبيوتر بتاعنا بيجيب كم جيجا؟ خلية واحدة من خلايا مخ الإنسان اللي بيساعد القلب على تخزين معلومات، بس ده المخزن بتاعه الكمبيوتر بتاعه. خلية واحدة من خلايا التخزين، خلية من خلايا التخزين في مخ الإنسان، قالوا مساحتها أضعاف بل آلاف ضعف كل ما تخزن كمبيوترات أهل الأرض. حاجة شيء عجيب عجيب داخل مخ الخلايا.
ما تقشر الجيجا دي عزان ده والله على مقاس اخر. ندرك هذا المعنى. قلب ادم حفظ واحتفظ. فلما عرضهم قال انبئوني باسماء هؤلاء، كلهم اعتذروا بالعجز لا بالجهل. قالوا سبحانك. اللي بيحفظ المعلومه في قلب الصدر من؟ اللي يخليه يحفظ من؟ ربه. اللي خليه يحتفظ من؟ ربه. قال سبحانك. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. مش ادم لوحده، كل الخلق وامكانات كل الخلق. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فدلل على ان خلق ادم فاق خلق الملائكه فاق خلق الجن في هذا الجانب. جانب ايه؟ امكانيات قلبه. ليه؟ هل وضح لي؟ لان ده اخطر سر فينا، وده سر التكريم، لان عقول الناس تاهت والكل افتى ونخع. نخع يعني طلع فتاوى النخاع تحت. وضحت؟ الجماعة بتوع علم الكلام يقول لك يا سناء، الإنسان كرم على كل خلائق لأنه حيوان ناطق. درست الكلام ده في المدارس والجامعات ولا؟ وما زال أعرف للآن تعريف الإنسان، يقول لك الإنسان حيوان ناطق. حيوان يا حيوانات، خلتوا الحيوانات كلنا حيوان ناطق. جماعة بتوع الفلسفة يقول لك لا لا لا، الإنسان فضل وكرم الوحيد الذي يملك الفكر والعقل. جماعة بتوع الاجتماع يقول لك لا لا، الإنسان كرم لأنه الوحيد الاجتماعي بطبعه. اجتماعي بطبعه. جماعة الصوفية يقول لك لا لا، الإنسان كرم بأنه الذاكر لرب. وضحت؟ كل الكلام ده في الهجايس لا أساس له. كل تطلع فكرة من واحد ما أصبحتش دين إخوان. والمتدبر في القرآن يدرك هذا المعنى. أنا هضرب مثال واحد بس ندرك أن كل هذا الكلام لا أساس له، وأن قضية التكريم في جانب مختلف تماما كل ما خلق. رب العباد ضرب لنا مثل في القرآن بمخلوق ضعيف جدا من خلقه يملك كل ما قالوا، من أضعف الخلائق في نظرنا النمل. النمل عارفين النمل طبعا، رب العباد يحكي لنا قصة نملة مع سيدنا سلمان، نملة واحدة. فيقول تعالى وحشر لسليمان جنوده من ايه؟ من الجن، يعني عالم الجن معه، وربنا سخره له، سخره لسيدنا سلمان تسخير عجيب. ودي من لطائف سيدنا سليمان، اخطأ مرة استغفر منها في ايه؟ عايز يجاهد ينصر الاسلام ينصر دينه. فكان متزوج 100 امرأة. سيدنا سليمان كان عنده كام؟ 100 زوجة. الله أكبر. طبعا ما شاء الله احنا دي سياسة الواقعين. شغل ال فهو أقسم يمين قال لأطوفن الليلة على نساء 100، ولأخرجن من كل امرأة مجاهد يقاتل في سبيل الله. الخطأ في إيه؟ لم يقل إن شاء الله.
طاف على المئة، ما حملت منهم إلا واحدة، واحدة من المئة، وربنا جعل حملها آية. نزل طفل ناقص، نص طفل، مش طفل كامل، وده اللي ألقي جبهوله ألقوه على الكرسي العرش بتاعه، هذا المئة فرس العجم ولا خذ. وفي هذا يقول تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، جسد هذا الطفل، نص الطفل. قال ثم أنا أذاب، رجع فورا تذكر أنه لم يقل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول رحم الله أخي سليمان، لو قال إن شاء الله لكان، لو قال إن شاء الله لرزق في هذه الليلة بمئة مولود ورجال يقاتل في سبيل الله. فلما أناب يقول تعالى عن إنابته قال رب اغفر لي اللي حصل. طيب اللي أخطأ وجاء يستغفر يطلب ولا يظهر الفاقة ودي سياستنا نحن التعبانين، حتى المخطئ منا يخطئ يستحي يسأل ربنا يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، طب ما فيش حاجة، طب ما في نفسك فيش حاجة. رب العباد يخلنا فتح الباب والدعاء حتى المخطئين منا، بل حتى المجرمين الكافر لو صدق في دعائه ربي لاستجاب له. وفي هذا يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني، من عباده؟ المؤمن بس، كل عباده المؤمن والكافر، واضح؟ وإذا سألك عبادي عني، إذا حرف شرط يفيد الكثرة وتحقق الجواب، يعني في أي وقت مش مرة، للباب مفتوح على طول. لو قال إن سألك عبادي عني لأفادت الندرة، لكن لما قال إذا أفادت الكثرة. وإن تفيد الشك في وقوع الجواب، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. إذا تفيد تحقق الوقوع، يبقى لو سأل لأجيب يقينا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. سيدنا سليمان النبي يعلم هذه الحقيقة التي نجهلها أو جهل كثير منا، دعا قال رب اغفر لي بس وهب لي ملك. طب اللي جاي يستغفر يطلب ملك، يعلمنا هذا الأدب القرآن حتى لا يتوقف طلبنا في أسوأ أحوالنا مع كثرة ذنوبنا. الطلب مطلوب في كل الأحوال، حتى وإن كنت مسيئا وإن كنت مخطئا في جنبه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. لم يسمى الملك ولم يحدد معالم الملك. يقول تعالى فورا فسخرنا، الفاء في اللغة تفيد التعقيب والترتيب السرعة، بمجرد أن دعا استجيب. سخرنا له إيه؟ قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سخرنا له الريح تجري بأمره، مش بأمرنا، لأن الريح سخرت لغيره لكن بأمر الله، سخرت سيدنا هود لكن جاءت بأمر الله لإبادة قوم هود عاد كله، وسخرت لنبينا لتبيد قريش تقلعهم في غزوة الخندق، واضح؟ لكن أن تسير الريح بأمر سيدنا سليمان دي ميزة لم يعطها أحد لا قبله ولا بعده. فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب، رخانة حيث أصاب، بس أنا والشياطين. وسخرنا له الشياطين، أي شياطين؟ قال كل بناء وغواص، يعني كل بناء
سلامات. كل الجن جن، وفيهم عفاريت، فيهم مهندسين إنشائيين، فيهم معماريين، فيهم بنائين، في كل حرف المعمار عنده وأساتذة. لذا قال كل، مش باني بناء صيغة مبالغة، أساتذة محترفين في كل ما يحتاج إليه المعمار. يبقى الهندسة المعمارية عندهم أساتذة أساطين فيها، الإنشائية أساطين فيها، المقاولات أساطين فيها، المباني أساطين فيها، ما في حرفة تتعلق بالمعمار. الله، يبقى دخل معنا الحداد والنجار، كله داخل، كل بناء جمعت كل هؤلاء، كل من له دور في البناء. باختصار شديد كل طائفة المعمار. الأساس المحترفين كل بناء وغواص البحارة، ومش أي بحار، ما في بحارة آخرهم على وش المي، لا لا، غواص، مش بيغوص برضو يجيب له صدفاية ويطلع، لا، غواص بيوصل لأعماق البحار. الأساتذة المحترفين في الغوص كل دول سخر سيدنا سلمان. الكنوز اللي في بطن البحر جيبها له. كل بناء وغواص، بس أنا وآخرين مقرنين في أصفاد. من دول؟ بلطضية الجن المجرمين بتوعهم، جابهم لهم متسلسلين بالحديد. ها؟ وده معنى مقرنين في أصفاد، يعني مربوطين بالسلاسل. حتى البلطجية سخروا له، زي ما عندنا بلطجية بلط، عندهم بلطجية ما تخافوش يعني. وزي ما عندنا مجرمين عندهم مجرمين. ها؟ ولذلك الجن نفسهم عبروا، قالوا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا إيه؟ طرائق قددة. هتلاقي عندهم كل الطوائف اللي عندنا. عايز شيعة تلاقي، عايز خارج تلاقي، عايز حرورية تلاقي، كل الطوائف، شيوع اشتراكي رأسمالي ليبرالي، كله موجود. ها؟ كنا طرائق غددة. ابن عباس في السماء بهذا قال كل الفرق التي وجدت في إنس وجدت مثلها في الجن، كل وضعت والطرع أشكال تقع. وانت فكرك يعني اللي دماغه منحوسة ده هيلاقي جن ايه مستقيم؟ هيجيبوا منحوس زيه، شغالين مع بعض. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى، كل بناء وغواص وآخرين مقرن في الأصفاد. الشاهد سيدنا سلمان حشر له هؤلاء الجن، حشر أصبح موجود، وملايين بالإنس جنوده، والطير كمان. كيف تحكم فيهم؟ تعلم لغة الجن، لغة الطير، لغة الحشرات. فتخيل بتحرك بجيشه ودخلنا على وادي النمل، ربنا سماه وادي، حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني وادي دول مدينة كاملة. والباحث في علم النمل يذهل كم نوع من النمل اكتشفه الإنسان. احنا عندنا اسم النمل اسم فصيل واحد من الخلق، لا لا، النمل ده للآن اكتشف منه بني الإنسان أكثر من 5000 نوع، وكل نوع أمة وحدها، لأن نظام حياتها مختلف عن بقية الأنواع. وأنت بتشوف أنواع من النمل، نشوف حرم الحلة، ونشوف النمل الأصفر، والنمل الذر الصغير خالص، نشوف ألوان. ده اللي احنا بنشوفه في بلادنا. أنا رحت أفريقيا زهلت، عندهم أنواع من النمل رهيب، في نوع بيستولي على على حد الإنسان. يعني تبقى أنت قاعد في بيتك وفرقة تدخل عليك،
في أيام معدودات لا حفرت لك كل طين البيت وبنت، فتلاقي الطين عمال يطلع، هم يبنوا 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 لغاية ما تلاقي عندك قبة داخل البيت. راجل مش سهل. أنا بسألهم هناك، بعض النمل بنى داخل البيوت، صاحب البيت ساب له بيته ومشي، احتلوا البيت احتلال. فبنقول ما تشيلش، طب ما تشيل النمل ده. قال لي عم الشيخ المنظمة عجيب، لو شلتهم مكان يزرعوا الزرع بتاعتهم دي في كل الأماكن اللي حواليه، فبدل ما هم شغلين أوضة هشغل لك البيت كله. تمشي في الشوارع تلاقي طينة طالعة زي الجبل، ده عش النمل، وادي النمل، شيء عجيب. حتى إذا أتوا على هذا النمل قالت نملة، نملة ولا النملة؟ نكرة ما عرفهاش. يبقى اللي هي أميرة ولا وزيرة ولا مسؤولة ولا قائد عسكري، دي نملة من عوام النمل، قاعدة في، ليست من علة القوم، مش ساكنة في التاون داون بتاع وادي النمل، ده ساكنة في الأطراف الضواحي، ولذلك هي أول نملة جت في زمان. حتى إذا أتى على وادي النمل قال النملة ضع نفسك مكان النمل، لما ترى الجيش قادم سيغزو ديارك وأهلك والواد اللي تعيش فيه، هيدمر بلدك، هتعمل إيه؟ ضع نفسك مكان النمل. نملة ترى هذا المشهد، ماذا تصنع؟ لو كنت مكاني، النملة بتخاطبك بهذا اللسان، ماذا تصنع الإنسان لو كنت مكاني؟ كل واحد فينا يسأل نفسه، لو أنا مكان النملة وشفت المنظر ده هعمل إيه؟ خلي بالكم، ده شفت الجيوش، فما بالك إحنا نسينهم في مسجد، ناس متدينين ومسلمين وعقلاء ورزناء، لو طلع علينا جن الآن كم واحد يبقى في الدرس؟ وصلت جن واحد، فما بالك لو جيش من النمل؟ ها؟ هتكسروا الإزاز وتنطوا منه. تخيل النملة الضعيفة دي ترى جيش سيدنا سليمان من الجن، وجيش من الإنس، وجيش من الجن قادمين على ديار أهلها. لو أي إنسان منا مكانها أقل شيء يعمله يفر يهرب، مش كده ليه؟ طيب لو عايز ينقذ قومه يعمل إيه؟ ده لو أعقل سنة، ولا طب أخلي الناس تتنبه تتنبه يصغر، دي هتخلي الجن النمل كله يتجمع هيبيده، يبقى هي ما أنقذته بل عرضته للهلاك. النمل يا إخواني في قمة العقل وضبط موازين الأمور. طيب صوتها ده تعلم علم اليقين أنها لا رفع الصوت سنسل نسمعه، ويحدد مكانها، وده بيعرضها للقتل. آثرت أن تضحي بنفسها لتفتدي وتنقذ بنات جنسها. العمل ده تسميه عمل إيه؟ استشهادي. قمة العقل، قمة الفكر، قمة التضحية والسلوك الاجتماعي. يبقى الإنسان أعقل ولا النملة؟ فقدناها في العقل والفكر ولا فقدنا؟ كم واحد فينا يستطيع أن يفكر تفكير النملة في هذا الموقف؟ كلنا رجال زي الفلهم وطوله عرض. من منا لو وضع مكان النملة يفكر فيما فكرت فيه النملة؟ ويعي ما وعت النملة؟ كم واحد فينا عنده استعداد يضحي بنفسه لينقذ أمته؟ سلوك اجتماعي، قمة سلوك اجتماعي. بس لا، الأدهى اتخذ التصرف عجيب،
نادت بأعلى صوتها لتسمع أكبر قدر من بنات جنسها. سمعهم صوتها؟ أبدا. تنقذهم تنذرهم. فأوجزت وأجملت جملة واحدة لخصت فيها كل شيء، وكأن الله اختصر لها الكلام اختصارا. قالت نملة: يا أيها النمل. الله، جملة واحدة. يقول الإمام قرطبي: جمعت في جملتها 10 أساليب بلاغية، وبعض أهل البلاغة وصلهم 14 أسلوب في جملة واحدة. قمة البلاغة، قمة الدقة في اللغة العربية والإحكام. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله، طب من أنت عشان تدي أوامر؟ يعني ادخل مساكنكم، هو أي حد يأمر النمل يطيع له؟ ولا عايزين واحد مسؤول وقائد ها وأمير ووزير؟ لكن النمل ما تدي تعليمات وانصحوا لها؟ أبدا. هتلاقي برضه في النمل ممكن يبقى فيه لكاعب من لكاعب يرفض الأوامر. هي لم تعطي بفرصة، ادخلوا مساكنكم، ثم عينت حتى لا يتردد أحد في طاعة الأمر: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يبقى عارفة سليمان وعارفة آثار الهرى النمل فيبيده من حيث لا يحتسب، وعرف مشاعره ومشاعر من معه قالت وهم لا يشعرون. قمة العقل، قمة الفكر، قمة الوعي في النملة، قمة حسن الكلام. قالت نملة قول، يبقى أصبحت حيوان ناطق، بيت إنسان، دخلت معنا في التعريف. وصلت ندرك هل فاق الإنسان النملة في العقل والفكر؟ في السلوك الاجتماعي؟ ها؟ في الكلام؟ فكيف نزعم هذا؟ كل ده زعم باطل. موضع التمييز كما ذكر السلف، وطبعا في التسبيح ربنا بينص عليه: وإن من شيء إلا سبح حمده ولكن لا تفقد تسبيحه. بل كل هذه الخلائق كما قالت تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إحنا بالنسبة لهم في البطاطا بجانبه. موضع تفوق الإنسان على هذه الخلائق جاء في سر هذه الآيات، أن الله أعطى قلب الإنسان ما لم يعطي قلب أحد. جعل نفخة الروح اللي تصل لقلب الإنسان تختلف عن كل النفخات. يقول ابن القيم: فميز الله الإنسان بقلبه، فكل قوى الأرض لطاقاتها حد ولعطائها حد، زمان ومكان. حتى قول الإنسان بصرك سمعك لحد، ترى كم كيلو؟ لا ترى بعدها. ها؟ تسمع مسافة معينة، لا تسمع بعدها. وقس على هذا كل الخلائق لطاقاتها حد زمان ومكان، إلا قلب ابن آدم. ده موضوع الاستثناء، موضوع التفريق. قلب الإنسان طاقاته تزداد بالطاعات. القلب له 3 قوى رئيسية: الهمة، العزيمة، الإرادة. الطاعة تترك أثر على 3. أطعت طاعة فتجد همتك يرتفع مستواها وعطاها بالطاعة، العزيمة ترتفع، الإرادة ترتفع، طاعة أخرى ترتفع أكثر وأكثر. طب لو واصل إنسان الطاعة يستمر قلبه في الرقي إلى ما لا نهاية، لا حد لسموه. وده الموضع الوحيد اللي جعل للإنسان قوة تختلف عن كل خلائق. ولذا لما بيّن الله جانب
خلق تكريم الإنسان قال لقد خلقنا الإنسان، لم يقل في تقويم، قال في أحسن تقويم، أحسن صيغة تفضيل، يعني من فاق في تقويمه كل مقوم من خلق الله. وضحت؟ وده اللي جعل قلب آدم لا يماثله قلب، لا قلب الملائكة ولا قلب الجن. وصلت؟ إذن خص آدم هذا من هذا التوقيت وبهذا الموقف. أمر الله الملائكة بعدها بالسجود مباشرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذا ما صدر الأمر لهم بالسجود إلا بعد أن استبان لهم تكريم الله لآدم فسجد، ما ترد من واحد إلا إبليس. طبعا هو قال سيقات القرآن هتلاقي في معظم المواقع إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر، دي الصيغة اللي جت في القرآن كله. طبعا ظاهر السياق إن الأمر للملائكة وإبليس امتنع يبقى كان ملك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس يبقى هو ملك، ظاهر السياق إنه هو ملك، لكن اللغة العربية لا تخدم ذلك المعنى. الاستثناء عندنا في اللغة نوعان، استثناء أصل واستثناء تابع. أقول قام القوم إلا أحمد، أحمد من نفس القوم ولا تابع لهم؟ من جنس القوم، بده بيسموه استثناء متصل. استثناء إيه؟ متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، من نفس الجنس. قام القوم إلا أحمد، لكن لما أقول قام القوم إلا حمارة، الحمار من جنس القوم ولا تابع لهم؟ ده بيسموه استثناء منفصل. فهنا لما قال فسجد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الاستثناء استثناء منقطع مش متصل. ورب العباد بين أن منقطع حين صرح في سورة الكهف الوحيدة اللي صرح فيها قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن ليس من الجن، ليس الملائكة، بل هو الجن. الشاهد يا إخواني من هذا التوقيت عرف الملائكة فضل آدم فجعلوا جزء من عبادتهم لله التقرب إلى الله بخدمة آدم وذرية آدم. أنا كل لي مقدمة عشان نوصل للآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ليه تتنزل؟ ولماذا الإنسان؟ لهذه القصة. يبقى أصل التنزل وبداية التنزل بدأت من عصر آدم لما علم أن الله عز وجل خلقه بيده وكرمه وفضله على كل خلق وأسجد له ملائكته. من هذا التوقيت أسمى الملائكة لأدنى الملائكة كلهم عد تكريمه لآدم قربة الأول، فتقربوا إلى الله بابن آدم وبخدمة آدم. ومن هذا أسمى الملائكة حملة العرش. رب العباد يحكي لنا أن رغم عبادتهم لا متواصلة التي لا تفتر، لا يفتر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا جعلوا جزء من عبادتهم لله الدعاء لآدم والقرآن الصالح الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به بس ويستغفرون الذين آمنوا. فجعلوا جزء من عبادتهم لله
بر آدم وذرية آدم وكل من يتعلق بآدم، امرأة آدم وأولاد آدم كله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. واستغفر الذين آمنوا بهذا الاستغفار الدقيق العجيب. ربنا تخيل حملة العرش بتضرع الله بهذا، ها دعاء الملائكة في شك في استجابته، ها بالمناسبة في حديث وارد إذا دعا المسلم أخي المسلم بظهر غير على يمين وشمال ملكين يقول آمين ولك بالمثل، آمين ولك إيه؟ فاللي أمن على دعاء الملائكة استجيب بتأمين الملائكة. الشاهد أخي لنا فاضل كان مسك التليفون عمال إذا الشاب الله يرزقك عروسة حلوة وجميلة وبنت ناس، فما تروح تحطها إذا البوق إيه اللي أنت بتعمل ده؟ قال لي أنت بتاع الأخ فلان، قالت له يا أخوي عشان منك تقول أمين ولك بالمثل. حتى الدعاء نسأل الله العافية والعافية. الشاهد الذين يحملون العرش من حوله يا أخوانا ده قمة التكريم من الله لنا. جهلنا بهذا التكريم مصيبة. أن لا أعرف الإنسان قدره ولا أعرف حقيقة مهمته ولا حقيقة اختيار الله ولا حقيقة اصطفاء الله لا ولا حقيقة دوره الذي ينيط به وكلف به. الذين يحملون عرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف الدعاء، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وصلح. أفضل ما يتمناه الإنسان دعا له به صفة الملائكة. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم لوحدهم ألا ومن صلح من آبائهم. كم واحد فينا افتكر أبوه في دعاء؟ وكم مرة افتكرهم؟ الملائكة كل يوم يدعو لأبائك، ها؟ أدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم بس وأزواجهم. الزوجة أيوة. كم مرة نسيت امرأتك؟ وكم مرة ذكرتها؟ ها؟ الله الله يرحم أحد علمائنا رجل فضل جدا، فبيزوره مجموعة من العلماء وجلس معاه وكان كبير في السن في الثمانينات. فمرة واحدة بينادي مراته فقال لها أمرة يا فلة يا وردة يا ياسمينة يا لوزة، وعمال يتغزل. فشيخ قال له يا مولانا عيب عمال تتغزل قاعدين، قال له سامحني أصلا نسيت اسمها. فاللي نسى اسمها يذكرها في الدعاء نسأل الله العافية والعافية. فإذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، وأزواجهم وذرياتهم. دعاء لك ولأبويك ولزوجتك ولأولادك ولذرياتك أحفادك وأحفاد أحفادك إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. دعوا لك بأعظم ما تتمنى أن تدعو به نفسك، حملة العرش ومن حوله، فكيف بمن دونهم؟ قاموا على خدمة الإنسان. الشيطان سخر الجن قرين لكل إنسان، الملائكة في المقابل جعلوا قرين من الملائكة يلازمك كل وسوسة لك الشيطان رد عليه الملائكة. كم عدد الملائكة المكلفين بس فقط بدفع شر إبليس عنا؟ أعداد، أعداد ضخمة. ناهيك أن تنزلهم في كل شيء في الرايحة الجاية. تخيل في كل صلواتك يشهدها معك، في كل عباداتك يشهدها معك، بل بعض العبادات التي لها مكان عالي على الأسجل الشهود فيها لا حصر له.
يوم عرفة كم عدد ملائكة شهدوا؟ سمى الله هذا اليوم لوحده اليوم المشهود، والسماء ذات البروج واليوم العود وشاهد ومشهود. المشهود يوم عرفة، من يشهده؟ عدد من الملائكة لا يحصى. تخيل أن الملائكة منتشرة في كون الله، السموات والأرض يا إخواني جزء صغير في كون الله، كما ثبت في الحديث الصحيح قال حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي، والكرسي وضعه العزيز الحكيم تحت قدميه، في الكرسي كحلقة في الفناء، خاتم في الصحراء. قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفناء. تخيل أن كل هذا الملك اللي تحت العرش فيه ملائكة، يأذن لهم عرفة ليتجمع مليارات الملائكة على السماء الدنيا ليشهدوا الواقفين بعرفة، لذا سمي باليوم المشهود. كل هذا الجمع النبي يصفه لما وقف بعرفة معرفة، قال عبارة عجيبة، قال: أطت السماء وحق لها أن ترد، يعني أطت لب سقفها. سقف السماء قلنا كم سمكه؟ مثل ما بين السماء والأرض. مع كثرة ثقل الملائكة عليه لب السقف، لب أط، لذا يقول أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله راكع أو ملك لله قائم أو ملك لله ساجد، جاءوا يشهدون الواقفين بعرفة. في هذا المشهد المهيب ينادي الله كل هؤلاء ليفاخر بهم بعباده، يقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، نتيجة شجعي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فضل الإشهاد. الوقت خلاص، ده احنا لسه نستفتح في الملائكة، يدوب أول نوع. أنت جبت لنا الآية لتوهيدنا ولا؟ إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة. طيب سمحوا لي درس الملائكة إذا احتاج تفصيل أكثر، نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله نسأل الله أن ييسر طريق. معلش الفجر بقى إن شاء الله. ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم من دعا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟